السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع الملحق الأول للكود بتاع البيم في ميز لندن Modeling and Documentation Practice. فهو بيتكلم هنا عن الوثائق بتاعة البيم وإزاي نعمل موديل بيم. فبيقول لك لازم تكون محدد البروجكت تيم، محدد الموديل الميثودولوجي، الطريقة اللي استخدمها في إن احنا نعمل الموديل، معرفين السكوب بتاعنا، معرفين كل نسيب لنا بقى بعمل ازاي، معرفين هنقسم الموديل بأي طريقة. مثلا المعماري ممكن نقسمه 3-4 موديل، هتقسم ازاي، تبادل المعلومات بين الفريق او بينه وبين الشركات الاخرى اللي شغالين معانا هتبقى عاملة ازاي، الموديل element assuring اللي هي ال MEA اللي هي كل واحد شغال في الموديل، مش كل واحد، كل شركة شغالة في الموديل، ايه المسؤوليات اللي عليها وكل واحد فيهم عمل ايه. دي الحاجات دي مهمة جدا، الكوردينيشن بتاعة الموديل، الكواليتي كنترول، الكيو اي كيو سي بنحدد ازاي نتأكد من جودة الموديل او ايه جودة الموديل المطلوبة، ونعمل تشيك عليها بحيث نتأكد ان احنا عاملين الموديل صح. الستاندرد ممكن تكون انت شغال بطريقة تسمية جميلة جدا بس مش هي دي اللي المفروض تستخدم في المشروع. طريقة تسمية كل عنصر موجود هنسميه ازاي وهنعتمد على الكود والحاجات دي كلها عشان نكون منظمين الشغل بتاعنا. إدارة المشروع، الموديل مانجمنت، إدارة الموديل هتبقى عاملة ازاي، يبقى في جدول اصلا معمول في اول مشروع بنحدد كل تسليمة هيبقى ليه، الـ OD بتاعها كام، وكل جزء مين المسؤول عنه او مين اللي مطلوب ان هو يعمل الموديل، ممكن سب كونسلتنت او سب كونتراكتور هو يعمل الجزئية ديت. اللي هنشارك الموديل بأي طريقة، طبعا الأفضل ان احنا نشارك بال الامتداد الاصلي للبرنامج، يعني مثلا الريفت ار في تي، الاركيكات بي ال ان، بي ال ان، وبعد كده في الاي اف سي سيمة مشتركة، ممكن نستخدم دي دبليو جي لو الحاجة مش قادرين نحولها للاي اف سي. طبعا ده كده خرجنا من البيم الاصلي وبدأنا نخش في بيم محدود شوية او مفهوش الاستفادة كاملة. انت مش هتعرف تعمل كوردينيشن، العناصر بتاعت البيم تعمل ازاي، ومكتبة مثلا معينة، ايه البارامتر اللي انت هتحطه، المبنى اتجاهه ايه وموجود مكانه فين، لازم يكون محدد بشكل واضح. الناس اللي شغال في فاسيلتي مانجمنت، ايه الحاجات اللي هي محتاجاها، ايه الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة في الموديل عشان نقدر نقول ان هو الجودة بتاعته كويسة والكواليتي سيرفير يكون يخدم معاهم بتاعته منها. الكوردينيشن هنعتمد عليه ازاي، في ملحق اسمه بينكس اي هنتكلم برضه عنه بالتفصيل، ده مهتم بالموديل كوردينيشن. الهاند اوفر هنسلم الموديل ازاي وهنسلمه لمين، وهل هتسلم الملفات الأصلية ولا لأ. نقل الملكية، المفروض ان بعد كده الموديل ده هيبقى تبع مين، لان دي ممكن تروح فيها المحاكم بجد مش هزار، لازم تبقى عارف الملكية بتاعت الموديل دي هتروح لمين. تمام، والهاند بوك لو حد عايز يطلع عليه هو الرابط بتاعه، هبقى اسيبه اسفل للفيديو ان شاء الله.